بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب القامات الرفيعة، الأساتذة الأجلاء، الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة، أرحب بكم اليوم في قاهرة المعز، في مصر الكنانة، قلب العروبة وشريانها، النابض بإذن الله دائما. أرحب بكم باسم المصريين جميعا قيادة وشعبا. في هذا اليوم افتتاح أعمال المكتب الدائم، وفي هذه الظروف نحن في أشد الاحتياج أن نسمع قرار قوي يحمي الأمة العربية من الإرهاب، يحمي المسلمين والمسيحيين من هذه المذابح التي تعدت جميع الاعتبارات الإنسانية. لا يعقل أن يهجر إنسان بسبب دينه، أو أن يذبح، أو أن يقتل، أو أن يغتصب، أو أن يجبر على تغيير دينه. هذا لا يقبل، واحنا عندنا محاميين عظماء زيكم. أنتم قامات وقيادات في مختلف الدول العربية. أنا أؤكد أن الإنسان الحر هو أساس المجتمع. لو بنتكلم على مجتمع متحضر، مجتمع ديمقراطي، فبلا شك الإنسان الحر هو أساس هذا المجتمع، ولا يمكن أبدا تحقيق الحماية الاجتماعية إلا من خلال حماية حقوق الإنسان، وحماية حرياته أيضا. وده موضوع هذه القيادة وهذا الشعب وهذه البلد، بالنسبة لها موضوع لا يناقش. عقيدة مصرية بعد ثورتين عظيمتين، حقوق الإنسان تحترم، عدالة اجتماعية هدف، حرية ديمقراطية. لقد شرعت المحاماة لتقديم المعونة الفنية القانونية في الدفاع عن الحقوق وحماية الحقوق حينما يكون هناك احتياج لهذا، وهي معاونة فرضتها ضرورات معالجة التفاوت الطبيعي في إمكانيات وقدرات وثقافات الأفراد، لأن في واحد ما يقدرش يدافع عن نفسه ولا يدافع عن حقه، وعادي جدا شيوع النقص في المعارف. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى هناك من يدافع عن الحق. أنتم كلمة الحق دي اسم الله، وبالتالي القضاء الواقف جزء هام من تحقيق العدالة في أي بلد. المحامي الذي يمتلك هذه المعارف ربنا سبحانه وتعالى سخره للدفاع عن الحق، للدفاع عن الإنسانية، للدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لكل واحد يحتاجه، لأنه بيقف يرفع الظلم وبيهموش غير الحق، ويحترم القانون ويظهر الحق، وبالتالي هو بيقدم خدمة عامة، وهو جزء يتكامل مع قضاءنا الشامخ للوصول للحقيقة وتحقيق العدالة، ويدافع الإنسان المظلوم أنه ياخد حقه. ولا أغالي حينما أؤكد وبحق على أن المحاماة شريك رئيسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون. السادة الحضور، إن التاريخ بكل ما حواه من أحداث وشخصيات لم يتجاهل أبدا دور المحامين، فجعل هناك فصلا كاملا عن مآثرهم ونضالهم.
فلا ننسى دور المحامي في الارتقاء بالمهنة نفسها وبلغة المحاماة التي بلغت منذ بدايات القرن الماضي مبلغا جديرا بالتقدير والاعتبار، حتى انه يصح القول انه قد صار للمحاماة ولغتها ادب خاص. والجمهور اللي زينا عرف فرسان المحاماة. انتوا تلألأتوا، المحاميين الكبار تلألأوا بالضبط كالنجوم الزاهرة. مين ينسى مصطفى جامح ولا احمد لطفي السيد ولا مرقص فهمي ولا عبد السلام مهنا ولا محمد العشماوي ولا ابراهيم الهلباوي ولا احمد الخواجه؟ اسماء نجوم جيل عرفها وقرا عنها واحترمها. لقد استغل المحامون مكانتهم لدى الجمهور وما اكتسبوه من مهنتهم من قوة خطابة وعلو بيان، وبثوا في الأمة روح الوطنية، وتحت تأثير الروح اندلعت النهضة الوطنية الكبرى وتحددت ملاحم هذه النهضة في المطالبة بالاستقلال والديمقراطية. فلا ننسى دور الوفد المصري في مباحثات باريس الذي كان أعمدة هذا الوفد المحاميين: سعد باشا زغلول، عبد العزيز باشا فهمي، علي باشا شعراوي، والذي انتهى الحال إلى إلغاء الحماية الإنجليزية وإعلان مصر استقلال مصر في 28 فبراير سنة 1922، وبعد كده وضع الدستور سنة 23. لن ننسى أبدا دور المحاميين البارز أيضا في ثورتي 25 يناير و 30 ستة. إننا نتذكر دوركم وننظر إليكم بكل احترام وكل تقدير. أنا مش عايز أطول، لكن فعلا من قلبي بقول لكم أنتوا في بلدكم وأنتوا بين أخواتكم ومنتظرين منكم نسمع قرارات برضو لنصرة الحق ونصرة الإنسانية وحقوق الإنسان. سيروا على بركة الله، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا، وإن شاء الله تكون مؤتمر ويكون اجتماعات في منتهى الأهمية. والسلام عليكم ورحمة الله. يتفضل الآن الأستاذ سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين المصريين والعرب، يتفضل بتسليم درع اتحاد المحامين المصريين والعرب لسيادة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. الآن يغادر سيادة رئيس مجلس الوزراء القاعة. نستأذنكم في البقاء في أماكنكم لدقيقتين حتى تبدأ بعدها الوقائع المعتادة في مثل هذه اللقاءات.